اليوم مون بدايه ديالي انا ووليد ان شاء الله غادي نطلقوا من طنجة. صبحتي سي وليد. الله يلا مزيان. كيفاش اليوم ان شاء الله؟ مراكش ان شاء الله نشدوا الطريق ان شاء الله حتى لمراكش ندوز واحد النهار احسن نهار. شوف معنا شي حاجه اللي مهم نشوفوها ان شاء الله. الاخر وحكموا بيدكم. يلا سي على مولانا. هنا نخرجوا من طنجة ان شاء الله. سي وليد كيسوق. ها هنايا. ولا حتى انا كنسوق باش ما تقولوش شي. مشينا حتى لكزنايا ورجعنا السي وليد دخل كمسينا الفيست. كيبان لي هذا النهار محال. مشينا حتى لكزنايا. مشينا كنصيدرو هنا ورجعنا. عاوتاني كنرجعو حتى لكزنايا شي شحال كنرجع. ما بعدش تمشي غنمشي ديك المرة. ما عرفتش غير وصلوا ولا ما وصلوش. حنايا هنايا دابا في هاد الساعة هادي. فين حنا وليد؟ حنا دابا ان شاء الله في خارجة طنجة. خارجة طنجة. خلص خلص الحي وليد خلص. صفر ما قلت شي فابور انا عندكم يكتب عليكم شي واحد شي واحد يقول لكم تسافر فابور. اه وليدي كتخسر لي قدامك واللي وراك. ولكن خاوتك اخي وليد كترتاح نفسيا. اهم حاجه كتسالى وكتبدل الجو وكتبدل الروتين ديال الخدمه. والله العظيم اصاحبي. بقيتو كتبعوا الخدمه وجماعه فلوس وما ديروا شحال فيها. السلام عليكم. اخوان خليك يسوق بين السينما عرفتي تزول السينما. اش كتزول؟ السينما انا داخل سينما رجع عاد تمشي تزول. لا غير قلعوا بيدك هيدا. شوحتي بينا. بغينا نعمل لكم مفاجاه لان ساعتين كيسوق. زاق وحرك مفاجاه وفضحنا. اصلي قال لك عارف يسوق ولا السينما عرفتي يجدو. ها هيك والله كاع عارف يسوق. ها انا. ولا 120 في كونتو. ولا 120 ولا 13. ساعتين. ما عرفتش شنو واقع هنايا صراحة. يمكن شي كسيدة ولا ما نعرفش هنايا. كسيدة خايبة صراحة. الله يحفظ الدرباش الدراري. غير بشوية عليكم الدراري الله يحفظكم الوالدين. حط مشاو بشوية شاو ثلاثة طوموبيلات. استراحة عاود شوية. الطريق هذا ما بغاش يتسالح. قرب ما بغا يتسالح. والله العظيم. استرحوا شوية. استرحوا شي حاجة. ونكملوا الطريق إن شاء الله. كتشوفوا جانا الجوع. أنا وواليد. وليد اخيرا وصلنا لك طابت. موي انتما كتشوفوا انها مدينه الحمراء. مدينه الحمراء. وانا سقت ولاد مراكش ما عندكمش قاوي. كان لاحظ على الحيوط عندهم مواطر اخي. مواطر باش كيعجبو الناس مراكش اخي وليد. شعبيين شوف كلشي بمواطر كلشي عاد الحياه اجي لي سيزيد تزاد معاهم في الموطر. هاي العائله كتزاد الموطر. دينك هنا كيشوفوا شي عائله ساكنه الموطر كامل كيسمعوا بها. لا لا شو الناس هنا؟ لا لا الناس عادي شعبيين اخي. تحيه الناس ديال البهجه. لا مش هذاك لو تنجي هذا اخي ولد. لا لا حنا كنتعشاو دابا. هنايا وصلنا. شنو اسم البلاصه خازدين؟ امليل. حنا في امليل. حنا في امليل غدا ان شاء الله تكون مغامره واعره ان شاء الله. سي وليد عرفتي شحال ضربنا الطريق؟ قول لكم شحال ضربنا اخي وليد؟ ضربنا شي 900 كيلومتر. تبارك الله اخي عرفتي تودرنا في الطريق. دوزنا مغامرات. دوزنا كنا ماشيين لمراكش صدقنا ماشيين. المهم ما حطيتش شنو نقول لكم. صبرنا خلينا الطريق مراكش فينا الاسفل. هاي على سي وليد شوف بسم الله. سير سير يا وليد سير بسم الله. كيتو اللي صوركم كاع ما كاينش اللي يصورني. بسم الله. بسم الله. وليد في مراكش عندهم هنايا شي حاجه واعره. هذا الشيء دابا بالليل ما كيبانش مزيان. اقسم بالله الى راحه نفسيه كبيره. هذا الشيء ما كيبانش دابا بالليل. شي حاجه اسمها الخدمه ستريس تمارا كلشي كتنساو. سي سيراف. شوف غدا ان شاء الله نصوركم هذا الديكور هذا ان شاء الله واعر.
شو عاد تلقى ناس اخرين كاين الدور تما نمشيو نتلاقاو كاين انتي نمشيو معنا تاو اوكي ليتس جو هنايا جينا نتقداو داكشي اللي خاصنا فهمتي على حسب قالك بان تقدر تكون شتا في طبقه حنا نتقداو ديك الميكا داكشي اللي كيجدو به الفائده ما عرفتش اسمها صراحه وهنايا شي نحتاجو كامل الفيستات اللي ما عندوش الفيستات اللي ما عندوش تقاشه اللي ما عندوش شي صباط كلشي هنا يلا جوبيز اسمك مين يا سعيد جيت سي سعيد جيت ديالنا شوفوا انا منظر هذا شوفوا لله كانت هذه هي بدايه الانطلاقه ديالنا من هذه البلاصه هذه ها كتشوفوا هما الدراري بدايه الانطلاقه ديالنا هاسي والد كيعد الماتريان ديالو اه قال لي بانه نطلعوا ليه فين هي فوق يا لي جنس واه الا يمكن نعقو خا محمد الا يمكن نعقو توجدني يعرف خلينا على النغمه يعرف خويا توجدني غنقع خلينا على ستاج الوحش باقي مور هذا ما دار ميني ستاج وما نستناكم هنا ستجيو منظر واعر صراحة سي عزدي خويا راك مزيان والله الا ناضي اخو وي وي من يعاون وثي ربع اربع وبريد ياه ماماش عارفه عاون تعرف رضان 39 نبري واه كنرجع في القرار ديالنا قول لي سي سعيد باقي تابع انا الطريق اه راه قربنا نوصلوا صح ولكن دابا هيدا والو دابا انتينا طلع على هيدا وحنا طلعوا على رجلينا اه هذا بغيت نبغى ها هما لا شكرا لك كثر خيرك ها هما ها نطلعوا على رجلينا ما تنقصش عقوبه لينا علاش ما كاينش نقول على شي اول منزل الوطني السوق قال اي شبيبه فاكره ما نقول ولكن امينه ديالنا توجه إلى قمة جبل تبقال 4167 لذلك فإن تدبير السلامة يجب أن تأخذ جيدة بالعين الاعتبار لكي يتم صعود لهذه القمة في حسن الظروف مهم قرأوا أنتم إن لله شوف نصيحة زمعوا طلعوا طلعوا ولينا باش هبطوا عييت صراحة ماشي عييت ديك عييت صراحة خويا خصنا ندوز واحد التجربة تكون مزيانة فهمتي تجربة تكون واعرة في الجبال الريف كنطلعوهم وما نطلعوش شي طبقات حشومة كاع ولا الكور كيجيو هنايا حنا ما نطلعوش بلادنا وما نشوفوش شنو فيها حتى إلا غربنا بعدا نكونوا عارفين بعد يقولوا لنا زورنا طبقات يقول لك واحد انا زرت الطبقه انت تقول له انا ما عارفهاش فين جا في المغرب قال لك هيا الى الطبقه اه بوحدي انا هو الاولاني فيه واخا الدراري تاع انا توالفت كنمشي الحمد لله سبورت سي معاد تحيه المعاد ديك الطبي هو اللي كيزيدنا واحد السفل كيزيدنا السفل إلياس ما نصحكش اخويا صحكش جنتينا هنايا ما نصحكش لا انتينا لا عيسى حمزه ما نصحكمش اخوتي ما نصحكمش
قاعد عاودنا شويه على توبقي يلاه فوالا الدراري احنا دابا وصلنا شمهاروش هادي شمهاروش يا شمهاروش هو والي صالح سي تمغابو ايتي شمهاروش يتواجد في 2350 هنا فين تتغداو الناس في الطلعه ديال توبقا لا صراحة واعر هذه هي شمهاروش ها هو شمهاروش هذه هي شمهاروش السلم هنا هنا يقول لك أنا دابا ديروا الخيمات مرحبا فيكم في المنزه الوطني لتبقال آه ما هي الإرشادات وأنا ديك الخيمات نسيت ما جبتش معايا الخيمة خي سعد الكلمة ديال خي سعد أي وقفنا هنا ندير واحد الاستراحة ندير واحد العصير عندنا واحد كيكادات الله يعطي الصحة مع الشبا قول ليش من عشوب هذا عملتي فيه؟ عشوب كاينين هنا كاينين كاينين ان شاء الله غدا راه غدا غادي تلقى شي ان شاء الله يا ان شاء الله يا الله يعطيك الصحة وسلام كيفاش المعيشة هنايا مزيانة؟ ايوا راه خارج نان كيصبر وصافي ياه الله يعطيكم الصحة. الله يعطيكم الصحة. هاي على إيدها. كتيزن هو. كتيز كيطلع وأنتم ما كهودوا. شو مقع. Allez, on va jouer. وانا ماشي ماشي كنشوف هاد الجبال بحال هذا ديكوراسيون بحال هذا هو انا نتفكر واحد الفيلم غادي نحط لكم هنايا تفكرت شي لقطات فيه واه الرب كيجوني شي افكار كنقول شنو كان هاد الملوي هذا شتاني انا جيت لحنايا مي صراحة والله ما كرهناش كوشي كوشي بس صراحة كوشي دوزو التجربة هادي اكثر يا الناس اللي باغي يغربوا اخويا اجي ضرب هنايا شوف شنو واقع تلاقى مع ناس جدادي تعرف على ثقافة جديدة وين هادي هي الحاجة اللي كنقول انا مادام يمشي السارع تعيش حياة واحدة حيت الحياة نعيشوها مرة واحدة فهمتي عندنا نعيشوها مرة واحدة ناخدو بزاف التجارب راه سمحنا في الخدمة وجينا علاش انا عايش وحدة وإلا بقيتي خدام ليل ونهار اليوم غدا كتبقى خدام كتوصل لواحد السن معين كتلقى بأن الحياة ديك ما دوزتيهاش كيما بغيتي نتايا دوزتيها كيما بغاو هما لذلك عيشوا الحياة ديالكم عيش لافي بكره لتحت طابطلو زعما شنو نقول لكم الواحد والله العظيم يبعد من المخدرات تريني على راسو باش من واحد بحال هاد المواقف بحال هادو كتشوف الكور كيطلعوا وكتشوف كتلقى بانك تقول له فاب انت ما طلعش صراحه جات لي لحد الان والله الا باقي ما عيطش يعني جات لي عادي ميدي. الواحد خصو يتريني فهمتي باش ديك انت عاديه صراحه ها هو اللي كاين واقف لتحت هيا صافي هنايا كنوقفو كندير واحد الاستراحة فهمتي دراري عيال صراحة واحد الاستراحة هنايا مع السي وليد اللي هنا هيا احساس ديالك دابا السي وليد سي احساس شنقول لكم مدمر رجلي عرفتي نضرب من هنايا نكز هنايا ندم الضاق لك ما يطلعش ضروبو ضروبو يطلع شعبا ان شاء الله قلنا مش عارف قلنا دابا الطريقه يا سعيد ان شاء الله دابا غنتغداو مورا الغدا غتبقى عندنا واحد ساعه ونص ولا ساعتين على حسب الريتم دابا تبان لك سميتها يمين هنا سميتو دودميرت دودميرت نصيحة شوف نصيحة من وزارة الصحة
راه الا شي واحد غلط ما يفكرش يطلع لنا. الله يعطيكم الصحه والراحه. مع الصحه والراحه. ان شاء الله. الصحه والراحه. ان شاء الله. تبارك ما داكشي بالقوام ديالو. ايوا ضروري خويا. خدموا نتوما عملوا 10 سنين الدبلومات، شوف الناس اللي كتعرف الحرفه. ربنا 1500 دابا وصلنا لافيس البلاصه غادي نباتوا فيها ان شاء الله حتى الغدا في الصباح نوضو عاود نتحركوا مع 3 الصباح ان شاء الله نوضو نتحركوا عاود شي حاجه شوف الشلال واه الله غادي من واحد الديكور واحد الاحساس واعر ابي مي خصو تجربوه. حنا وصلنا هنايا البلاصه غادي نباتوا فيها هما الدراري معايا نعم باتو هنايا منين جينا نشوفكم دابا منين جينا املي لها حنا انطلقنا من هنا انطلقنا بهاد البلاصه هادي بالضبط واه غادي تمشينا تبارك الله وي وي تمشى كتمشى تمشى تمشى فين هي توقف واه بزاف صراحة مي واعرة والله لا تجري ما واعرة تجري ما واعرة بزاف ها غادي ان شاء الله نمشيو هاد البلاصة هادي هادي هي هنايا دابا فين نباتو هنايا فين نمشيو ان شاء الله غدا هو كيبان ملي كتشوف شي واحد طالع كيبان لك ساهل هيدا طلع مي صراحة الرمى في الركابي نباتو ان شاء الله هكذا وي كتشوفو هادو لي لوغو الناس لي جاو هنا كيعلقو لي لوغو ديالهم على ما اظن ها انا مات اجي نشوفو هادي شنو بغيتي ياكلو ها بالنسبة للنبات نباتو هنايا واو نباتو هاد البلاصة هادي كنباتو فهمتي كاملين بينا جوج فوقي جوج تلاحيت فهمتي شومبرا تحبس شومبرا كتر ما ديك الشومبرا هي كنباتو ميها انا وسليمان على هيدا هادي فيها جوج تلاحيت جوج فوقي شي سبعة هنايا المهم كتخلص بناتو دراري واو المهم شومبرا واعرة نجربو هاد الإحساس هذا اليوم إن شاء الله الإرشادات صراحة عجبوني تأكد من كل حالة وين تسمح لك بالتركيز وتحكم اوكي كاين هنايا كيقول لك بان النقص هاكي كتشوفو على تحمل النقص الاكسجيني الذي ستشعرون به خلال التسلق حيت ملي كطلع ملي كطلع التبقال ملي كطلع الفوق التبقال ما الاكسجين ما كيبقاش مابقاش داك الاكسجين الا اللي كيصل الواحد يتحمل الاكسجين واه والدة ارفع يدو قال لك انا صافي ما نزيدش نكمل معاكم شنو نقول لك حنا يمكن ملي تنشوف فينا يخرج هذا الشيء تبقى تشوف هي الجبال الخيط هيدي منظر واعر صراحة المنظر هذا والله ما كره تكونوا معايا صراحة حاولوا الدراري تجيو لهاد البلاصة هادي دابا نتعشاو الحريرة تبارك الله عليك الحريرة؟ شربنا الحريرة تبارك الله على سي سعيد الله يحفظك اخويا عزيز سي سعيد كي ديالنا hard